والحديث أكثر عن الأسواق العالمية وأسواق النفط ينضم إلينا من عمان السيد سركيس تشوباريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد سركيس. بداية سنتحدث عن أسواق النفط والأسعار التي وصلت إلى مستويات هي الأعلى في 9 أشهر، كيف نقرأ هذه الصورة؟ هل هي ارتفاعات مستدامة في هذه المرحلة؟ في الحقيقة ارتفعت أسعار النفط بالفعل خلال الفترة الماضية منذ أن تم إيجاد لقاحات لفيروس كورونا، لكن لو رجعنا بالزمن قليلا سوف نلاحظ بأن الارتفاعات القوية في تحركات أسعار النفط بدأت من شهر 5 الماضي 2020، وهذا يدل على توقعات نحو الأفضل بشكل طفيف خلال الطلب العالمي. وأيضا خلال العام المقبل هنالك توقعات بأن يتحسن الطلب العالمي على النفط. لنأخذ على سبيل المثال الآن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي صدر يوم أمس، والذي أشار لانخفاض المخزون بواقع 3.1 مليون برميل. ولننظر الآن إلى وصول المخزون الأمريكي إلى 500.1 مليون برميل. ماذا يعني هذا الرقم؟ هذا يعني بأن المخزون الأمريكي أعلى 4% من متوسط المخزون على مدى 5 سنوات، لكن لو نظرنا إلى الرقم 4% فهو أقل كثيرا من المستويات التي كانت سابقا عند مخزون أعلى بحوالي 12% أو أكثر من متوسط المخزون الأمريكي على مدى متوسط 5 سنوات. وبالتالي نلاحظ بأن هنالك بعض التقلص في احتياطيات النفط الأمريكية، ويرافق أيضا ذلك تفاؤل الأسواق المالية تجاه احتمالية تعافي الطلب العالمي في عام 2021، حتى ولو كان بشكل تدريجي، حتى لو أن منظمة أوبك نوعا ما قلصت توقعات الطلب العالمي لعام 2021، لكنها أيضا ما زالت توقعات تبدي بعض التحسن والتعافي. وهذا ما قد يدعم استمرارية ارتفاع أسعار النفط لكن لفترة وجيزة، فلا أتوقع ارتفاعات كبيرة على سبيل المثال فوق 51 دولار للنفط الأمريكي، لكن من المحتمل أن نشهد المزيد حاليا من الارتفاع على المدى القصير على الأقل. شكرا سركيس فيما يتعلق بموضوع النفط، ولكن دعني أنتقل إلى موضوع بنك أوف إنجلند. بنك إنجلترا اليوم نترقب اجتماع وصدور ربما قرار فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ماذا تشير التوقعات؟ وهل ستكون هذه الأسعار يعني متماشية مع الضبابية العامة في بريطانيا؟ أعتقد بأن بنك إنجلترا المركزي هذا اليوم سوف يثبت سعر الفائدة عند النقطة العشرية 1%، إلى جانب حفاظه على برنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه استرليني. فالشهر الماضي قام بنك إنجلترا المركزي برفع برنامج شراء الأصول من 745 إلى 895 مليار دفعة واحدة، وهذا يعتبر تحفيز كبير بحد ذاته، لأنه في ذلك الوقت أخذ البنك المركزي أو بنك إنجلترا المركزي التوترات السياسية الناجمة عن مسألة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار. وأعتقد هذا الشهر سوف يثبت كل من سياساته النقدية الخاصة بأسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول، لأن بنك إنجلترا سوف يحتاج إلى مزيد من الإثباتات حاليا حول توجهات اقتصاد بريطانيا. ولو نظرنا إلى بعض البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا سوف نلاحظ بأن مؤشر مدراء المشتريات المركب قد أظهر قيمة 50.7، وهي تعبر عن نمو طفيف بالنسبة لقطاع الخدمات، فهو ما زال في بعض الانكماش، لكن مثل أي قطاع في الدول العظمى في العالم. ولو نظرنا إلى قطاع الصناعات التحويلية تحديدا فسوف نلاحظ نمو في بريطانيا في هذا القطاع لسبع أشهر متواصلة، وظهر على المؤشر بقيمة 57.3%، وهو الأعلى من نوفمبر 2017. هذه البيانات الاقتصادية إجمالا تدلني بأن البنك من المحتمل جدا أن يثبت هذا اليوم سياساته النقدية، وذلك في انتظار أي مستجدات لاحقا بمسألة البريكزيت. طبعا يعني هناك الكثير من الاستحقاقات حتى نهاية العام في بريطانيا. دعنا ننتقل سركيس إلى الولايات المتحدة وقرار الفيدرالي يوم أمس، إلى أي مدى هذا القرار سيدعم النمو، وخصوصا أنه في كثير توقعات ربما أنه بعض النمو بنهاية الربع الأول، ولكن هو سيستمر بالدعم، هل هي متوافقة مع الرؤية الأولية للنمو؟ الفيدرالي الأمريكي أصبح يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بواقع 4.2% العام المقبل 2021، 3.2% 2022، 2.4% 2023. ولو نظرنا إلى هذه الأرقام فهي تدل بالفعل إلى النمو، لكن لننظر الآن إلى توقعات الفيدرالي للبطالة.
يتوقع الفيدرالي أن تكون البطالة هذه السنة 6.7 وأن تنخفض العام المقبل إلى 5.4% 2022 وأيضا حتى تصل 3.7% حتى 2023. ماذا يعني ذلك؟ سوف نحتاج لانتظار 2023 لتعود نسبة البطالة لما كانت عليه ما قبل الجائحة هذه السنة. وأيضا لو نظرنا إلى التضخم وتحديدا بحسب مؤشر PCE وهو المؤشر الذي يستخدمه الفيدرالي لعندما يضع سياساته النقدية، وأشار سابقا بأنه يريد متوسط التضخم بحسب PCE عند 2%، متى سيحصل ذلك بحسب توقعات الفيدرالي؟ خلال عام 2023. وبالتالي وبحسب الدوت بلوت التي نراها لتوقعات أسعار الفائدة للفيدرالي الأمريكي، من المتوقع بقاء الفائدة متدنية حتى عام 2023. وأيضا أشار الفيدرالي أنه سوف يستمر في برامج التيسير النقدي البالغة 120 مليار دولار لفترة مطولة حتى يعود الاقتصاد للنمو، وحدد البطالة أن تعود للاستقرار وكذلك التضخم. وبالتالي أعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في هذه التحفيزات خلال العام المقبل. طيب شكرا لك سركيس تشوفريان، محلل أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي، شكرا لك دائما.